السلام عليكم. اليوم رانا في ملعب تيزي وزو، حيث انه يعني الاشغال نتاع وضع النظام تاع تصريف المياه قد انتهت، والان رانا دخلنا في مرحله تاع يعني وضع التراب المخصب لزرع العشب الطبيعي لملعب تيزي وزو. إذا بادرة خير، وهذا خبر جيد، لأنه المشكل كان مطروح يعني في الماضي. الآن يعني عدة عقبات تخطوها يعني تحلت، ومضينا في مرحلة جديدة هي مرحلة وضع العشب الطبيعي. أمر جيد. نخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.